اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من قناه ام كي ريفيوز. بصوا صاحبي، مبدئيا كده الموبايل اللي هتكلم عنه ده كان المفروض ياخد جايزه افضل موبايل في 2020 بلا منازع بمعنى الكلمه، ولكن في مشكلة واحدة بس هي اللي بتمنعه يكون افضل موبايل او يحصل على جايزة افضل موبايل، وهي للأسف التسعير. الموبايل ده لو كان سعره نزل عن كده شوية حوالي 1000 أو 1500 كان بقى فعليا افضل موبايل، لان مفيش في الفئة دي اي موبايل هيقدر ينافس الموبايل ده. ومبدئيا كده الموبايل ده هو الاوبو رينو 4 برو. ومبدئيا كده قبل ما نتكلم عن الموبايل ده بقى واقول لك ليه الموبايل ده يستاهل يكون افضل موبايل لو كانت سعر اقل من كده شوية، لو اول مرة تشوفني ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبرضه يعني صاحبي لو مش اول مره تشوفني انت تنزل برضو تعمل لايك للفيديو وتكتب كومنت، عشان ان شاء الله الفيديو اللي جاي فيديو اسئله، فاللي عنده اي سؤال يسيبه تحت الفيديو ده في الكومنت عشان ارد على السؤال بتاعه. اما دلوقتي بقى فخلينا على طول كده نخش في تفاصيل الوحش اوبو رينو 4 برو. وخلينا كالعاده نبدا باول حاجه دايما بنشوفها لما بنمسك الموبايل وهو التصميم. ما عنديش عليه اي اعتراض، التصميم كشكل ممتاز جدا جدا جدا. الموبايل بيجي بظهر وفريم مصنوعين من ماده البوليكربونات. انا بس عندي اعتراض على ماده البوليكربونات في الفئه السعريه دي بالتحديد، لان الموبايل ده متسعر بحوالي 9000 جنيه، فكان نفسي ان الموبايل ده مثلا يبقى ب 7500. ساعتها في الفئه دي هينافس موبايلين بس، وهما المي نوت 10 لايت من شاومي والسامسونج A71. ولو بصينا على السامسونج A71 هنلاقيه برضو جاي من ماده البوليكربونات، فممكن لو الموبايل ده كان اتسعر بالسعر ده كنت اتنازل عن النقطه دي شويه، لانها موجوده في موبايل زي السامسونج A71 وموبايل جامد جدا ومحقق نجاحات كبيره جدا. اما بقى بالنسبه لشكل التصميم، فبصراحه شكل التصميم ده هو الحوار. موبايل جاي بظهر مطفي مش لامع، وكمان الظهر جاي مصنفر، وعندك الاربع كاميرات موجودين في الظهر، وكل كاميرا منهم عليها حلقة معدنية شكلها مميز كده، وتحس ان المستطيل او المربع اللي موجود في الظهر ده شبه بالظبط فكرة الكاميرات بتاعة الايفون 11 برو، كل كاميرا موجودة في حلقة الواحدة. وكمان لو بصيت على البرواز هتلاقي البرواز ده لامع اكتر كمان من الظهر ومميز وفارق عن الظهر، نفس بالظبط فكرة الايفون 11، ظهر مصنفر والبرواز بتاع الكاميرات لامع. فبصراحة شكل الموبايل قيم جدا جدا جدا. والغريبة بقى ان الموبايل ده وزنه خفيف بطريقة مش طبيعية، يعتبر ده ارفع واخف موبايل ممكن تشوفه في حياتك لحد دلوقتي. يعني مش عارفين لسه المستقبل هيبقى في ايه، بس لحد الان ده ارفع واخف موبايل ممكن تمسكه. صراحة تصميم شيك ومميز وما عنديش عليه اي اعتراض، ولكن الاعتراض الوحيد زي ما قلت على مادة البوليكربونات، بس ممكن اتغاضى عن نقطة البوليكربونات دي في حالة التسعير، لو كان الموبايل ده اتسعر زي ما قلت كده بحوالي 7500 مش 9000 جنيه. طيب خلينا بقى نسيب التصميم وننتقل للنقطة المميزة جدا في الموبايل ده، وهي الشاشة. الشاشة هنا بتيجي بحجم 6.5 انش من النوع اموليد، وجاية بريفريش ريت واخيرا 90 هرتز، ودي تعتبر النقطة الفارقة جدا والقوية في الموبايل ده. ده زائد كمان ان تصميم الشاشة يعتبر مثالي جدا وبيواكب العصر، لان الموبايل جاي مع شاشة كيرفد منحنية من الاطراف، وكمان جاي مع كاميرا موجودة في جنب الموبايل في هول بانش، والحافة الصغيرة السفلية تكاد تكون معدومة قليلة جدا جدا جدا. فبصراحة من ضمن نقاط القوة الموجودة في الموبايل ده الشاشة، وخصوصا نقطة الريفريش ريت. مفيش اي موبايل في الفئة بتاعت الموبايل ده بنفسه في النقطة دي، لان كل الموبايلات هنا يا اما بشاشة اموليد 60 هرتز، يا اما بشاشة اي بي اس مع 90 هرتز او 120 هرتز. فده اول موبايل يجي بشاشة اموليد 90 هرتز في الفئة السعرية دي. عشان تجيب موبايل بشاشة 90 هرتز مع اموليد لازم تطلع على 12 او 11 او 10000 جنيه، مش في الفئة السعرية بتاعت الموبايل ده. فبصراحة بالنسبة لنقطة الشاشة 10 على 10 تقريبا كده، شبه الشاشة الموجودة في الاوبو فايند اكس 2 برو بالظبط. والسطوع بتاع الشاشة دي بيوصل معاك ل 500 نتس، يعني مش هتواجه اي مشاكل مع الشاشة دي تماما. تقدر تشوف الشاشة ده صاحبي في كل ظروف الاضاءة، ما تشيلش هم، الشاشة دي ساطعة بغباء. زائد كمان ان الوان الشاشه دي حقيقيه ومميزه جدا جدا جدا، حتى عن النسخه الاقل منها اللي هي رينو 4 اللي هي النسخه العاديه اللي المفروض عامله 6200 جنيه. وبصراحه انا ما حبيتش ان اتكلم عنه، لان مش حاسس ان هو بيقدم حاجه جديده مقابل السعر بتاعه، او بيقدم قيمه كويسه مقابل سعره. الرينو 4 برو بصراحه هو اللي لفت نظري ان انا اتكلم عنه، بس كنت اتمنى نقطه التسعير دي تنزل شويه عن كده. خلينا بقى نسيب الشاشه دلوقتي وننتقل للنقطه اللي اغلب الناس بتستناها، وهو الاداء.
موبايل جاي بمعالج سناب دراجون 720 جي، واخيرا واخيرا يعني شركه اوبو سمعت من الناس وسمعت من كل الناس تقريبا يعني اللي بتتكلم في الموضوع ده، يا جماعه عايزين معالج سناب دراجون. شركه اوبو قالت لكم طيب ماشي، ادي معالج سناب دراجون اهو، بس سناب دراجون 720 جي. صراحه اداء المعالج ما فيهوش اي مشكله، انا ما عنديش اعتراض على المعالج ده، ولكن كل الموبايلات اللي في الفئه السعريه دي بتبقى بمعالجات سناب دراجون 730 جي، وفي موبايلات كمان بسناب دراجون 845 و855 اللي هم المفروض معالجات فلاجشيب من السنين اللي فاتت، ففي موبايلات هتدي اداء افضل من الموبايل ده بالنسبه لنقطه الالعاب. ده زائد كمان ان الموبايل جاي مع 8 جيجا بايت رام و256 جيجا ذاكره داخليه، ودي تعتبر حاجه مميزه جدا جدا جدا، زائد انك عندك تزود من خلال كارت ذاكره بيوصل معاك لحد برضه 256 جيجا، يعني هيبقى معاك حوالي نص تيره حرفيا، وده رقم ممتاز وما فيهوش اي مشاكل. وبالنسبه للاداء اليومي، اداء المعالج ممتاز، مش هياثر معاك في حاجه، وخصوصا كمان مع الريفرش ريت العالي انت مش هتحس اساسا ان الموبايل ده بيهنج، الموبايل صاروخي في ايدك. اما بالنسبه لنقطه الالعاب بقى، فهو مازال معالج سناب دراجون 720 جي، يعني اي موبايل فيه نفس المعالج ده هيدي نفس الاداء في الالعاب بالظبط. وخصوصا كمان اللي مخليني معترض على نقطه المعالج ده شويه كده، يعني ان المعالج ده موجود في موبايلات ب 4000 جنيه من شاومي زي الريدمي نوت 9 برو والريدمي نوت 9 اس، اللي اقل كمان من 4000 جنيه موجود فيه السناب دراجون 720 جي، فكنت اتمنى يعني ان هم يحطوا سناب دراجون اعلى من كده شويه، وليكن مثلا 730 او حتى 765، يعني كنت احس بفرق شويه عن اللي 720، ولكن برضه ما زال المعالج شغال وكويس وهيديك اداء ممتاز في الالعاب، وزائد ان هو كمان من خلال الريفرش ريت هتاخد اداء مميز جدا وفارق عن كل الموبايلات اللي حواليه في نقطه الاداء. عشان كده كنت اتمنى ان الموبايل ده يتسعر ب 7500 جنيه او حتى في فئه ال 7000 جنيه، عشان ساعتها كان هيبقوا المنافسين اللي موجودين معاه موجود فيهم سناب دراجون 730 جي، ومفيش فرق كبير بين ال 730 جي وبين ال 720 جي، ده زائد كمان ان اللي فارق في الموبايل ده نقطه الريفرش ريت، فعشان كده الموبايل ده كان هيكتسح السوق وبجداره. ولكن مش عارف بصراحه شركه اوبو بيسعروا ازاي او بيفكروا ازاي في نقطه التسعير. طيب خلينا دلوقتي نسيب بقى الاداء وننتقل لنقطه الكاميرات. مبدئيا كده الموبايل بيجي باربع كاميرات في الظهر، كاميرا اساسيه 48 ميجا بكسل، كاميرا الترا وايد انجل 8 ميجا بكسل، كاميرا 2 ميجا بكسل للماكرو، وكاميرا 2 ميجا بكسل للعزل، يعني تقدر تعتبر الموبايل ده بيجي بكاميرتين بس. ولكن طبعا اللي متضايق منه ومستغربه في نقطه الكاميرات ان مفيش كاميرا 2 اكس زوم، يعني المفروض كانوا شالوا حتى الكاميرا الماكرو وحطوا لنا كاميرا 2 اكس زوم، لان الكاميرا دي في ناس كتير بتحتاجها. اوبو ما عملتش كده وحطوا كاميرا اساسيه وكاميرا زاويه واسعه، والكاميرتين التانيين يا صاحبي انت تقريبا كده يعني قليل قوي لما هتستخدمهم. وبصراحه انا ما عندي مفيش اعتراض على اداء الكاميرات، لان اداء الكاميرات يعتبر ممتاز جدا في الموبايل ده، والديناميك رينج دايما بيطلع مظبوط وما فيهوش اي مشاكل، ونقطه الكاميرات تقريبا زيه زي بقيه الموبايلات الموجوده معاه في الفئه دي، مفيش يعني مشكله كبيره بتحصل في الكاميرات. ولكن المشكله بقى في نقطه الفيديو. صراحه شركه اوبو مش من الشركات اللي بتقدم تصوير فيديو ممتاز قوي، يعني هو مازال الموبايل طبعا بيدعم تصوير فيديو 4K 30 فريم في الثانيه، ولكن برضه شركه اوبو محتاجين يشتغلوا شويه على نقطه تصوير الفيديو، لان ساعات كده الهايلايتس بيلسع في الفيديو والشادوز بيضلم ساعات وانت بتصور فيديو لو الاضاءه اختلفت من مكان لمكان. اما بالنسبه لتصوير الليلي فما عنديش اي مشكله، برضه يعتبر الموبايل اداؤه كويس في التصوير الليلي، وده لما بتستخدم وضع النايت مود بتاع شركه اوبو بيفرق لك شويه وبيخلي فيه تفاصيل شويه بتبان في الصوره اكتر. خلينا بقى نسيب الكاميرات الخلفيه وننتقل للكاميرا الاماميه اللي جايه بدقه 32 ميجا بكسل. بصراحه انا ما عنديش اعتراض على التصوير بالكاميرا الاماميه، الكاميرا الاماميه ممتازه بتطلع تفاصيل ممتازه، وبصراحه شركه اوبو من الشركات اللي بتقدم لون جلد ممتاز جدا جدا جدا، ولكن بصراحه الكاميرا الاماميه في تصوير الفيديو سيئه سيئه سيئه، مش كاميرا موبايل خالص في الفئه السعريه دي بتصور فيديو، الفيديو ما فيهوش اي نوع من انواع الدايناميك رينج تماما، الهايلايتس بيفرقع، الشادوز بيضلم، فمش عارف في ايه، يا ريت يكون الموضوع له علاقه بالسوفت وير ويبقى في سوفت وير ابديت يحل مشكله تصوير الفيديو بالذات للكاميرا الاماميه، لان الكاميرا الاماميه الدايناميك رينج في تصوير الفيديو ضايع تماما تماما يعني، فاتمنى ان دي تكون مشكله سوفت وير فعلا والموضوع يتحل. نسيب بقى نقطه الكاميرات دلوقتي وننتقل لاخر حاجه وهي البطاريه
الشحن. الموبايل بيجي ببطاريه 4000 ملي امبير، سمعنا الرقم ده كتير وعادي جدا وما فيهوش اي مشكله، وهيكمل معاك اليوم بدون اي مشاكل، لان شركه اوبو بتقدر تتحكم من خلال الواجهه بتاعتها في الاستهلاك بتاع البطاريه، فالموبايل هيكمل معاك يوم ما فيش اي مشاكل. وتقريبا كل الموبايلات في الفئه دي 4000، وفي كمان موبايلات اعلى 5000 ملي امبير، حاجه زي الشاومي المي نوت اللايت 5020 ملي امبير. ولكن نقطه القوه في الموبايل ده بقى في الشاحن. الموبايل ده بيجي بشاحن 65 واط، الشاحن الغير منطقي الصاروخي بتاع اوبو اللي كان موجود في الموبايل الفلاكشيب بتاعهم الاوبو فايند اكس 2 برو. فدي تعتبر بصراحه حاجه قويه جدا ان احنا نشوف الشاحن اللي كان موجود في الموبايل الفلاكشيب بتاعهم ينزل لموبايل في الفئه السعريه دي. فبصراحه اكتر حاجه مخلياني مبسوط من الموبايل ده هي نقطه الشاحن ونقطه الريفرش ريت. طيب في الاخر كده بقى، اشتري الاوبو رينو 4 برو ولا ما اشتريش الاوبو رينو 4 برو؟ بص يا صاحبي، لو انت بتدور على شاشه اموليد 90 هرتز، كمان بتدور على شاحن سريع وخرافي 65 واط، بتدور على كاميرات كويسه وبتديك دايناميك رينج ممتاز، وخصوصا الكاميرا الاماميه بتديك لون جلد ممتاز، وما بتفرقش معاك نقطه القيمه مقابل السعر بقى، وانك تاخد افضل موبايل في الفئه دي، فالاوبو رينو 4 برو يعتبر موبايل وخيار ممتاز جدا بالنسبه لك، وخصوصا لو كمان بتدور على تصميم شيك كده وشبيه بحاجه شبه الايفون كده، حاجه على نضيف يعني. ولكن لو انت شخص بقى بتدور على القيمه مقابل السعر، فبصراحه الموبايل ده ما يستاهلش انك تجيبه الا في حاله انه ينزل فعلا لفئه ال 7000 جنيه، وفي الحاله دي اقدر ارشح الموبايل ده كافضل موبايل في 2020 بلا منازع، نقطه من اول السطر. بس كده، دي كل حاجة عن الأوبو رينو 4 برو، وكالعادة أشوفكم الفيديو الجاي. سلام.